وأنت يا سيد لي وسيدي ومولي، فكم فكم تيمني وزير عقيق لي، طفته من وجنتك لتم ورد الخجل. فقال لا 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 لا. إن علاقتي بالقراءة بدأت منذ نعومة أظافري، كوني قد نشأت في أسرة تقدس الكتابة وتحترم تجربة الكاتب. بداية نحن سعداء في إقبال الأجيال في المملكة المغربية على القراءة، فالقراءة هي جزء تكويني تراثي ثقافي جبلي في أبناء المغرب، فهم لهم عمقهم الحضاري والثقافي، ولهذا عودة الأجيال إلى القراءة أو تحريك القراءة في الأجيال وإقبال الأجيال عليها ليس بغريب على المغاربة ولا على مملكة يقودها أمير المؤمنين حفظه الله راعي العلم والثقافة فيها، حيث كان همنا ولا يزال أن ننهض بالأجيال لتأخذ زمام المبادرة في قيادة العالم ثقافيا وحضاريا. المؤسسة مؤسسة البحث العلمي هي مؤسسة تربوية رائدة في مجال التربية والتعليم واستشراف المستقبل وتنمية الأجيال وتطويرها، ولها باعها في هذا المجال منذ سنة 98. البعد الأول وهو يتعلق بالتلميذ والتلميذة المثقفة، وصل إلينا بعد أن اشترك أغلب المدارس على مستوى الجهويات، اشتركوا في هذه المنافسة بتعاون كما ذكرت مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وصل إلى المنافسات الأخيرة 156 تلميذ وتلميذة، وفي بعد الأستاذ المثقف وصل 39 أستاذا وأستاذة، وفي القارئ الماسي وصل 29، وفي بعد المؤسسة التنويرية هناك 16 مؤسسة رشحت هذا العام من أجل خوض المنافسة. أولا أود تحية المشروع الوطني للقراءة لأنه فتح نوافذ كثيرة أمام الناشئة المغربية للإطلاع على مئات الكتب التي هي عصارة فكر إنساني في مختلف العصور. وأظن أننا في المغرب نعاني من قلة القراءة بالنسبة ليس فقط بالنسبة للتلاميذ والطلبة ولكن بالنسبة للعموم، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب. فمثلاً في الصحافة المكتوبة كانت توزع أكثر من نصف مليون عدد في وقت من الأوقات، وتراجعت اليوم إلى بضع عشرات الآلاف، ومعنى ذلك أنها فقدت مئات الآلاف من القراء. ولهذلك أسباب متعددة، ومنها دخول السوشيال ميديا، أي هذا الأخطبوط الأزرق الذي سحر الناس وسحر العقول وجلب الألباب، وأصبح كل واحد يعني يغني على ليلاه. لذلك قضية القراءة مطروحة بإصرار، وهذه المبادرة يجب أن تحظى بكامل الدعم وبكامل العناية الإعلامية، حتى يعني يمكن تعميم هذا الفكر والبحث والقراءة والدراسة والامتحان على كل المدارس في المغرب. وأتمنى أن تكون هذه المبادرة بداية لعملية وطنية كبيرة نعيد فيها الكتاب إلى بيوتاتنا وخزاناتنا ولحظات متعة إلى أبنائنا. إن علاقتي بالقراءة بدأت منذ نعومة أظافري، كوني قد نشأت في أسرة تقدس الكتابة وتحترم تجربة الكاتب، فكان دافع الأول نحو القراءة وأن أحافظ على منزلة الكتاب الرفيعة في هذا الوسط. وقد أثمرت قراءاتي في شتى المجالات من خلال مشاركتي في مسابقة المشروع الوطني للقراءة، حيث تمكنت ولله الحمد أن أحصد لقب البطل الجهوي حائزا على الرتبة الأولى على صعيد جهة مراكش أسفي، وها أنا ذا أخوض أطوار الإقصائية الوطنية آملا أن يطاوعني القدر ويتواطأ معي الزمن ويتأتى لي في غمرتي من الزمن أن أحقق الحلم وأن أكون إن شاء الله قارئ العام، ولم لا أن أمثل أكاديميتي ومدينتي خير تمثيل. بدأت
بدأت رحلتي مع هذه المسابقة حينما أخبرني المنسق أن هناك مسابقة تدعم شغفي الأول الذي هو القراءة. حينها كنت سعيدة جدا لأنني أخيرا وجدت مسابقة غير تحدي القراءة العربي تستطيع أن تنصفني وأن تعطيني أو أن تؤطر شغفي. وحينها بدأت رحلتي مع 30 كتابا، رحلة كانت مشوقة في اختيار الكتب وتنسيقها وتلخيصها والبحث عن معلوماتها ومعلومات كاتبها. حسنا، كان الأمر متعبا قليلا لكنه على كل حال كان جميلا جدا لأنني كنت أمارس أكثر شيء أحبه في هذه الحياة. وعندما أتممت مهمة تلخيص الكتب بدأت رحلة التصفيات، والتي كنت نوعا ما متأخرة فيها لأنه كانت لدي التزامات أخرى من قبيل التجهيز للجهوي لأنني في الأولى بكالوريا، وبعدها استطعت أن أتفرغ لهذه المسابقة. والحمد لله لم أنذم ولو لوهلة لأنني قد شاركت في هذه المسابقة لأنها دعمت شغفي وعرفتني أنني بهذا الفعل فأنا فاعلة في هذا المجتمع ويمكنني أن أكون ما أريد، تطور شخصيتي وتعلمني أن أكون حرية التي أريد. اليوم أتيت للمشاركة في الإقصائيات الوطنية للمشروع الوطني للقراءة، وكانت تجربتي جدا مثيرة ومميزة، إذ تعرفت على أصدقاء جدد واكتسبت مهارات جديدة وطورت من نفسي، كما أني واجهت أسئلة اللجنة الصعبة بكل مهارة وشجاعة. تمنوا لي الفوز. أنا اليوم هنا للمشاركة في التصفيات الوطنية، وقد أنا بمساعدة أولياء أموري وأساتذتي، وكانت تجربتي في هذا المجال رائعة وجميلة، فكيف لا أحبها وهي تنمي مهارتي. جئت بجهودي معكم في الإقصائيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة. أرجو من العلي القدير أن يوفقني وأن أمثل جهتي أحسن تمثيل. قصيدة الأصمعي طبري سقف سقف ورقص الطابيلي شوى شوى وشاهشة على ورق السفر جلي فغرد القمري وصيح ملم في مللي فلو تراني راكبا على حماري أهزل يمشي يمشي على ثلاثة كمشيش العرنجلي والكل كعكعي حولي ومن خلفلي إلى اللقاء يا ملك معل مبجلي يأمل لي بخلعة حمراء كالدمدملي أنا الأديب الألمعي من حي أرض موصلي انضمت أبياتا قد تخرفت يعج عنها الأدب لي يقول في مطلعها صوت صفير بلبلي.